بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا بكم مرة تانية مع منصة البث المباشر وزارة التربية والتعليم، مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنبدأ رحلتنا الجديدة مع دروس الفصل الدراسي الثاني، وإن شاء الله يكون سعيد بيكم وعليكم إن شاء الله. ايه اللي هنبدأ بيه في الفصل الدراسي الثاني؟ هنبدأ مع بعض بالوحدة الأولى بعنوان الأنشطة الاقتصادية في بلدي. هناخد فيها ثلاث دروس. الدرس الأول بيتكلم عن الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك. الدرس الثاني هيكون بعنوان التعدين والصناعة والتجارة. الدرس الثالث هيكون بعنوان السياحة. على بركة الله نبدأ مع بعض الدرس الأول، الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك. نشوف محتويات لقائنا النهاردة في درسنا الأول. درسنا متقسم لمجموعة من العناصر. أول حاجة هنتعرف على مفهوم الأنشطة الاقتصادية وأهميتها وأنواعها. بعد كده هناخد النشاط الزراعي وعوامل قيام الزراعة في مصر. هنتكلم عن الثروة الحيوانية أنواعها وأهميتها، وهنتكلم عن نشاط صيد الأسماك وأهم المصايد في مصر. على بركة الله نبدأ درسنا الأول بعنصرنا الأول النهاردة، وهو مفهوم الأنشطة الاقتصادية وأهمية النشاط الاقتصادي وأنواعه. إيه هو تعريف النشاط الاقتصادي؟ يعني نشاط اقتصادي. طبعا لو لاحظت في البيت عندك او مع جيرانك هتلاقي والدك او والدتك او عمك او خالك احد افراد الاسرة بيشتغل في مهنة او عمل او حرفة معينة. العمل او الحرفة او المهنة دي بيبقى الغرض من الشغل او العمل فيها هو كسب المال او سد احتياجاته. طيب يبقى احنا عندنا تعريف للنشاط الاقتصادي اللي هو العمل او الحرفة التي يقوم بها الانسان لسد احتياجاته. طيب احتياجاته تسد بطريقتين، يا اما بطريق مباشر او لكسب المال لشراء هذه الاحتياجات. طيب ايه هي احتياجات الانسان الضرورية اللي لازم يشتغل بيها او لازم يمارس نشاط اقتصادي؟ عندنا مثلا من ضمن الاحتياجات الاساسية المسكن، اللي احنا لازم يكون عندنا مكان نعيش فيه. حاجة تانية الغذاء، دي من ضروريات الحياة. حاجة تالتة المشرب والملابس، كل دي احتياجات أساسية لابد الإنسان إنه يسدها، سواء بطريق مباشر زي مثلا الناس اللي شغالة في الأراضي الزراعية، إحنا بنزرع الأرض عشان ناكل منها، ده طريق مباشر، أو لكسب المال لشراء هذه الاحتياجات زي مثلا الناس اللي شغالة في المصانع أو التجارة أو السياحة. دول بيشتغلوا وياخدوا فلوس ويشتروا المنتجات اللي هم محتاجينها عشان يسدوا احتياجاتهم. طيب يا ترى النشاط الاقتصادي مهم؟ طبعا اكيد مهم، وزي ما احنا شايفين في الصور بعض امثلة ونماذج للانشطة الاقتصادية، زي الصورة بتاعت الفلاح اللي شغال في ارضه او في حقله، ده نشاط زراعي. والصورة التانية بتوضح لنا العمال في شركة لاستخراج المعادن، ودي هناخدها ان شاء الله في درسنا التعدين والصناعة والتجارة. لكن تعالوا نتعرف على أهداف الأنشطة الاقتصادية. إيه هي أهمية الأنشطة الاقتصادية؟ احنا قلنا في التعريف دلوقتي إن النشاط الاقتصادي يا أولاد هو العمل أو الحرفة التي يقوم بها الإنسان لسد احتياجاته، سواء بطريق مباشر أو عن طريق شراء هذه الاحتياجات، كسب المال لشراء هذه الاحتياجات. يبقى احنا عندنا هدف من أهداف الأنشطة الاقتصادية سد أو توفير احتياجات الفرد والمجتمع من ملبس وغذاء وسكن، ودي طبعا الاحتياجات الأساسية لأي فرد في المجتمع. طب إيه تاني يكون من الأنشطة الاقتصادية؟ هل أنا بس بشتغل عشان أوفر احتياجاتي؟ لا، ده أنا ممكن أشتغل كمان عشان أوفر فائض لتصدير وفائض في الإنتاج لتصدير، وإحنا عارفين إن التصدير حاجة مهمة جدا جدا للدولة. يبقى إحنا عندنا أهداف الأنشطة الاقتصادية حاجتين،
توفير احتياجات الفرد والمجتمع من ملبس وغذاء وسكن. 2 توفير فائض في الإنتاج للتصدير للخارج. وعندنا أمثلة لبعض الأنشطة الاقتصادية في مصر، زي مثلا نشاط النقل والمواصلات، زي نشاط الزراعة، زي النشاط السياحي، زي نشاط الصناعة. وده على سبيل الأمثلة، مش حصر في أنشطة كتير جدا، زي مثلا النشاط التجاري، التجارة والعمل في البنوك، زي مثلا عندنا نشاط التعدين، زي النشاط الرعوي أو الرعي، زي نشاط صيد الأسماك اللي هنتكلم عليه النهاردة. كل دي أنشطة اقتصادية موجودة في مصر. طيب جايب لنا أمثلة الأنشطة الاقتصادية، وبيقول لنا إن الأنشطة الاقتصادية تتنوع في مصر، ومنها على سبيل الأمثلة زراعة، صناعة، تعدين، السياحة، التجارة، والنقل والمواصلات. ولو حضراتكم فكرتوا هتلاقوا حواليكم أنشطة كتير جدا وحرف ومهن مهمة جدا في مصر. كل الأنشطة دي موجودة في مصر. طب هل هي الأنشطة الاقتصادية دي بس اللي موجودة؟ قالك لا، احنا محتاجين للزراعة، ومحتاجين للصناعة، ومحتاجين للتعدين، ومحتاجين للسياحة والتجارة ونشاط النقل والمواصلات. كل دي أنشطة مهمة جدا وموجودة في مصر، لكن في بعض الأنشطة اللي بتخدم الأنشطة السابقة دي، اللي هي الأنشطة اللي احنا قلنا عليها، ودي تسمى أنشطة الخدمات. أنشطة الخدمات، وأنشطة الخدمات دي أنشطة ما ينفعش أي إنسان في مصر أو في أي مكان يقدر يستغنى عنها، لأنها اسمها أنشطة خدمات، بتقدم خدمات للمجتمع. زي إيه؟ زي 3 أنشطة رئيسية. نشاط التعليم، ما ينفعش أي إنسان موجود يستغنى عن نشاط التعليم، لازم كل الأبناء وكل الطلبة في سن التعليم يتعلموا. نشاط الصحة اللي هي المستشفيات وغيره، لازم لينا حق في العلاج والصحة، إن احنا نوفر المستشفيات أو تتوفر لنا المستشفيات بالرعاية الطبية والصحية اللازمة لينا. نشاط الأمن، والأمن ده نشاط مهم جدا، مقسوم لجزئين. الجزء الأولاني زي الشرطة، ده حفظ الأمن الداخلي على المستوى الداخلي، وطبعا الجيش ده ضروري جدا لحماية البلاد والدفاع عنها، وقلنا إنه مهم جدا. يبقى احنا عندنا أنشطة اقتصادية كتير في مصر، وعندنا أنشطة اسمها أنشطة الخدمات، وطبعا محدش يقلل من أنشطة الخدمات لأنها مهمة جدا ولا غنى عنها في كل مصر، وكل الناس ما تقدرش تستغنى عنها هذه الأنشطة، وتسمى بأنشطة الخدمات. يجي يلخبطك في الأسئلة، مثلا لو جاي سؤال في امتحان يقول لك تعتبر ناط من أنشطة الخدمات، واختار مثلا جايب لك الزراعة، الصناعة، ويحط لك معاهم التعليم أو الصحة أو الأمن. يبقى احنا عندنا الثلاثة، التعليم والصحة والأمن، واسمهم أنشطة الخدمات، اسمهم أنشطة الخدمات. طيب هي الأنشطة دي كلها موجودة في نفس الأماكن أو موجودة في محافظات مصر كلها؟ لا، انت قالك ان الأنشطة دي بتختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى. فمثلا احنا عندنا محافظات زراعية زي محافظة الشرقية مثلا، دي من المحافظات الزراعية، أو معظم محافظات الدلتا اللي احنا خدناها، والمناطق الدلتا ومعظم محافظات الوادي دي محافظات زراعية. عندنا محافظات ساحلية وتشتغل في مثلا صيد الأسماك أو السياحة، زي مثلا محافظات الإسكندرية وبورسعيد وشرم الشيخ على البحر الأحمر، كل دي محافظات سياحية وساحلية. عندنا محافظات صناعية ودي منتشرة وموجودة في مصر. عندنا محافظات صحراوية وهنتكلم عليها، بيشتغل فيها ايه واللي بنطلع منه ايه انشطة اقتصادية الصحراوية دي، ممكن نطلع منها نشاط التعدين ونشاط الرعي. كل دي انشطة اقتصادية متقسمة على محافظات مصر او متوزعة في محافظات مصر، كل محافظة على حسب طبيعتها، لكن كل المحافظات بتاع مصر بتشترك ما في انها توجد بها انشطة الخدمات اللي هي التعليم والصحة والامن. لا غنى عن التعليم ولا غنى عن الصحة ولا غنى عن الأمن في مصر أو في أي دولة من دول العالم. عشان كده أنشطة الخدمات من الأنشطة المهمة جدا يا أولاد. يبقى احنا اتكلمنا عن الأنشطة الاقتصادية، ومن الأنشطة الاقتصادية متنوعة في مصر، عندنا نشاط زي الزراعة، زي تربية الحيوانات، زي صيد الأسماك، زي أنشطة الصناعة المختلفة، زي أنشطة التعدين واستخراج البترول والمعادن من باطن الأرض، زي الأنشطة السياحية، زي التجارة، زي العمل في البنوك،
زي أنشطة النقل والمواصلات، كل دي يا أولاد أنشطة مهمة جدا وأنشطة اقتصادية مهمة جدا. طيب الإنسان بيشتغل في الأنشطة الاقتصادية ليه؟ احنا قلنا أهداف الأنشطة الاقتصادية توفير احتياجات المجتمع والفرد أو الفرد والمجتمع الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس، وقلنا توفير فائض للتصدير لزيادة الاقتصاد أو الدخل القومي، واتكلمنا بعد كده عن أنشطة الخدمات، وقلنا إن أنشطة الخدمات هي الأنشطة التي لا غنى عنها وتوجد في كل محافظات مصر، هي التعليم والصحة والأمن. طيب النشاط الزراعي نبدأ مع بعض أول جزئية في درسنا النهاردة، وهي تعريف النشاط الزراعي. زي ما احنا شايفين في الصورة، الصورة عندنا موضحة، فلاح يعمل في الحقل بتاعه. النشاط الزراعي نشاط بيرتبط بالأراضي الزراعية ولازم تتوفر فيها خصائص مهمة جدا، زي يكون موارد المياه، زي تكون تربة خصبة. يبقى النشاط الزراعي هو نشاط يقوم به الإنسان منذ القدم. احنا خدنا في الترم اللي فات يا أولاد إن الإنسان المصري القديم اتعلم الزراعة وهي اللي ساعدت على استقراره، يبقى نشاط يمارسه الإنسان منذ القدم في المناطق التي يتوفر بها إيه؟ موارد المياه شرط أساسي، والتربة الخصبة، ودول شرطين أساسيين لقيام الزراعة، ويرتبط به تربية الحيوان. الناس اللي عندها أرض زراعية معظمهم بيرتبط بهم عندهم تربية الحيوانات. يبقى إن النشاط الزراعي هو نشاط يقوم به الإنسان منذ القدم في المناطق التي يتوفر بها موارد المياه والتربة الخصبة، وبيرتبط بالزراعة تربية الحيوانات. طيب إيه هي أهمية النشاط الزراعي؟ لو قعدنا نفكر كده، هل الزراعة مهمة؟ هل ينفع نستغنى إحنا هنا عن النشاط الزراعي؟ فكر فكر في اللي الحاجات المنتجات اللي حواليك، هل فيها حاجة من الزراعة؟ في احتياجاتك الأساسية هل بتحتاج للزراعة؟ طبعا لو فكرت في الأسئلة اللي أنا قلتها دي كلها هتتوصل إلى إن الزراعة أو النشاط الزراعي نشاط مهم جدا جدا، لأنه بيوفر لنا أحد الاحتياجات الأساسية للمعيشة وهو الغذاء. النشاط الزراعي من الأنشطة المهمة جدا اللي بتمدنا باحتياجاتنا اليومية من الغذاء، زي مثلا الخبز. الخبز ده مصنوع من القمح أو من الشعير أو من الذرة، ودول كلهم محاصيل زراعية، زي مثلا الألبان واللحوم اللي هي المنتجات الحيوانية اللي مرتبطة بالنشاط الزراعي، زي الخضروات والفواكه، كل دي أغذية مرتبطة بالنشاط الزراعي وبنحتاج ليها ومنقدرش نستغنى عنها. يبقى أول حاجة في أهمية الزراعة أو أهمية النشاط الزراعي إنه بيوفر لنا احتياجاتنا اليومية من الغذاء. طيب تاني حاجة مكتوبة قدامنا توفير بعض أو يمدنا ببعض الخامات المهمة اللازمة للصناعة. الزراعة بتخدم الصناعة؟ آه طبعا الزراعة بتوفر خامات، مواد خام كتير جدا للصناعة. زي ايه؟ عندنا مثلا لو بصيت على الملابس اللي احنا لابسينها، مثل الملابس اللي احنا لابسينها هتلاقي فيها القطن، مصنوعة من القطن، ملابس قطنية. طيب القطن ده ايه؟ تمام، من المحاصيل الزراعية. قلنا من شوية الخبز او الحاجة المنتجات، الخبز كلها او العيش بتتصنع من منتجات زراعية. عندنا منتجات الألبان بتتصنع من منتجات مرتبطة بالنشاط الزراعي. يبقى احنا عندنا في أهمية النشاط الزراعي انه بيمدنا ببعض الخامات المهمة اللازمة للصناعة، زي القطن قلنا بنصنع منه الملابس القطنية، زي نبات قصب السكر بنصنع منه السكر، والبنجر بنصنع منه السكر، الكتان بيتصنع منه ملابس، كل دي محاصيل زراعية أو خامات زراعية بتدخل في الصناعة ومهمة جدا. طيب جايب لنا أمثلة اهي، فنحن نأكل الخبز وهو مصنوع من القمح أو الذرة أو الشعير، نشرب اللبن ونأكل اللحوم وهي منتجات حيوانية، نرتدي الملابس القطنية وهي مصنوعة من نبات القطن. يبقى احنا اتكلمنا هنا دلوقتي عن النشاط الزراعي وعرفنا انه نشاط يقوم به الانسان منذ القدم في مصر. احنا عرفنا ان الانسان المصري القديم اتعلم الزراعة،
لما نزل للوادي والدلتا وتعلم الزراعة في المناطق اللي يتوفر بيها ايه؟ شرط اساسي يتوفر عندي حاجتين، موارد المياه والتربة الخصبة، وطبعا بيرتبط بالنشاط الزراعي نشاط تربية الحيوان. اتكلمنا بعد كده عن اهمية النشاط الزراعي، وقلنا ان الزراعة بتمدنا باحتياجاتنا اليومية من الغذاء، وتمدنا ببعض الخامات المهمة اللازمة للزراعة او للصناعة. طيب ايه هي المقومات اللازمة لقيام الزراعة في مصر؟ مقومات يعني عوامل، العوامل الضروري توفرها في مصر عشان يبقى عندي نشاط زراعي. هنقسمهم مع بعض المجموعتين يا ولاد، مجموعة عوامل طبيعية ومجموعة عوامل بشرية. العوامل الطبيعية اللي هي من صنع الله سبحانه وتعالى، الإنسان ما بيتدخلش في صناعتها، والعوامل البشرية اللي هي مرتبطة بالإنسان، اللي هي مرتبطة بالإنسان. أول العوامل الطبيعية هي الموارد المائية. طبعا الموارد المائية ضرورية جدا لري الأراضي الزراعية، ما ينفعش يبقى عندي زراعة بدون مية، النباتات كلها بتحتاج للمية عشان تشرب وتنمو. تاني حاجة المناخ، لازم يبقى عندي مناخ مناسب وملائم للزراعة اللي عندي. تالت حاجة التربة، والتربة هي الأرض اللي أنا هزرع فيها النباتات بتاعتي، لازم يبقى ليها مواصفات معينة، تربة معينة اللي ينفع أزرع فيها. يبقى أنا عندي العوامل الطبيعية ثلاثة، المياه أو موارد المياه والمناخ والتربة. طيب نشوف تقسيمة العوامل البشرية. العوامل البشرية عندي أربع عوامل. أول حاجة الأيدي العاملة، الأيدي العاملة اللي هي الناس اللي هتشتغل في النشاط الزراعي. الزرع ده مش هيطلع لوحده، لا، محتاج لعمال ومحتاج لناس تشتغل في الأرض الزراعية عشان تراعي المحاصيل وتبذر البذور وتتابع النباتات في مراحل نموها المختلفة، وفي الآخر لجني المحاصيل. يبقى احنا محتاجين أيدي عاملة. رأس المال ده حاجة ضرورية لشراء الأسمدة والبذور والمواد والمبيدات، كل دي حاجات رئيسية أو ضرورية للزراعة. الأسواق، أنا مش هزرع المنتجات عشان أنا بس، لا، أنا بزرعها عشان أعرضها وأبيعها برضو في الأسواق. النقل والمواصلات، أنا هودي المنتجات اللي أنا زرعتها دي إزاي؟ هشيلها؟ لا، ما ينفعش، لازم يبقى عندي وسائل نقل ومواصلات لنقل المنتجات اللي أنا زرعتها. دلوقتي هنتعرف على العوامل دي بشيء من التفصيل. نبدأ بالعوامل الطبيعية. أولا مصادر المياه. مصر يا أولاد ربنا وهبها تعدد في مصادر المياه، عندنا تعدد وتميز في مصادر المياه. عندنا ثلاث مصادر للمياه مهمين جدا للزراعة، وكل مصدر من المصادر ليه منطقة أو بيخدم منطقة من المناطق الزراعية في مصر. تعال نشوف. طبعا أول حاجة ألف نهر النيل. نهر النيل ده شريان الحياة في مصر، وأذكركم بضرورة الحفاظ على المية، ضرورة الحفاظ وترشيد استهلاك المية. نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر، هو طبعا مصدر المياه العذبة الرئيسي. طيب هو نهر النيل بيوصل لكل الأراضي الزراعية؟ طبعا لا، ده المية بتوصل للأراضي الزراعية عن طريق شبكة من الترع، شبكة من الترع. يبقى أول مصدر من مصادر المياه وهو المصدر الرئيسي في مصر هو نهر النيل. رقم ب، المياه الجوفية. يعني ايه مياه جوفية؟ المياه الجوفية يا اولاد المياه اللي بتطلع او بنطلعها من باطن الارض، من تحت الارض، ودي بتبقى على اعماق مختلفة، يعني ابعاد تحت الارض مختلفة، وبيتم الحصول عليها عن طريق حفر الابار، وبتقوم عليها زراعة في مناطق الصحراوية وفي شبه جزيرة سيناء وفي سيناء. يبقى أنا عندي المياه الجوفية اللي هي مياه الآبار والعيون، دي توجد في باطن الأرض وعلى أعماق مختلفة. بنحصل عليها إزاي؟ عن طريق حفر الآبار. بتقوم عليها الزراعة في المناطق الصحراوية زي الواحات كده، ما عندنا واحات زراعية كتير موجودين في مصر زي واحد سيوة والخارجة والداخلة وواحة الفرافرة، كل دي مناطق زراعية بتقوم عليها الزراعة أو توجد فيها الزراعة بفضل وجود المياه الجوفية.
المصدر الثالث من مصادر المياه هو مياه الأمطار. طبعا الأمطار احنا شفناها في الشتاء، أمطار تتركز في السواحل الشمالية لمصر وهي قليلة. طيب السواحل الشمالية لمصر، مدن اللي موجودة على اتجاه الشمال في مصر، البحر المتوسط زي الأسكندرية، زي مرسى مطروح، زي بورسعيد، زي العريش، كل دي مناطق موجودة على السواحل الشمالية لمصر، وبتقوم الزراعة في المناطق أو في السواحل الشمالية اعتمادا على مياه الأمطار. أنا هنا ممكن يجي لي سؤالين، يقول لي نقط هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر. طبعا المصدر الرئيسي للمياه العذبة في مصر هو نهر النيل. تمام. المياه الجوفية ممكن يجي عليها سؤال، بما تفسر قيام الزراعة في المناطق الصحراوية وسيناء، ليه في الزراعة في المناطق الصحراوية وسيناء؟ يبقى نقول اعتمادا على المياه الجوفية أو مياه الآبار والعيون. طبعا السواحل الشمالية فيها زراعة ليه؟ اعتمادا على مياه الأمطار. ودي كانت أول العوامل الطبيعية اللي هي مصادر المياه. قسمنا مصادر المياه في مصر لثلاث مصادر: نهر النيل، المياه الجوفية، والأمطار. نشوف تاني العوامل الطبيعية وهو المناخ. المناخ في مصر يا أولاد مناخ معتدل طول العام. ربنا وهب مصر مناخ معتدل طوال العام، ما عندناش جليد زي دول أوروبا، وما عندناش حرارة شديدة، احنا عندنا الجو يعتبر معتدل طوال العام. وميزنا كمان ان احنا عندنا تنوع في المناخ، عندنا تنوع في المناخ، عندنا فصول السنة أربعة، في فصل الصيف وفصل الشتاء وفصل الربيع والخريف. قالك ده أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية، بقى عندي محاصيل ينفع أزرعها في الصيف اللي بتحتاج لدرجة حرارة عالية، ومحاصيل ينفع أزرعها في الشتاء اللي بتحتاج لدرجة حرارة منخفضة. تعالوا نشوف المناخ هيقول لنا إيه. مناخ مصر مناسب للزراعة طوال العام، وقد ساعد تنوع المناخ في مصر بين الصيف والشتاء على تنوع المحاصيل الزراعية. طبعا فهناك محاصيل تجود زراعتها في الشتاء وأخرى تجود زراعتها في الصيف. يبقى أنا عندي تنوع في المحاصيل الزراعية بسبب تنوع المناخ، بسبب تنوع المناخ. ممكن يجي عليها بما تفسر، بما تفسر اللي هي في تدريبات الكتاب، تنوع المحاصيل الزراعية في مصر بسبب تنوع المناخ في مصر بين الصيف والشتاء. ثالث العوامل الطبيعية معانا يا أولاد هو التربة. التربة قلنا هي الأرض اللي بنزرع فيها، ومصر بتتميز بوجود تربة خصبة، وهي التربة اللي موجودة في المناطق بتاع وادي النيل والدلتا والواحات اللي موجودة في الصحراء. طيب تربة مصر دي ساعدت على قيام الزراعة منذ آلاف السنين، لما نزل الإنسان المصري القديم لوادي النيل ولقي الحاجتين الرئيسيين لقيام الزراعة، التربة الخصبة وموارد المياه، فأدى إلى تعلمه للزراعة، والزراعة من الأنشطة المهمة جدا زي ما عرفنا يا أولاد. فإحنا عرفنا إن تربة مصر تربة خصبة، تربة خصبة اتكونت من الرواسب اللي جابها نهر النيل على جانبيه، وهنلاقيها في ثلاث مناطق، التربة الخصبة في ثلاث مناطق: تربة وادي النيل و الدلتا والواحات، ودي اللي منتشرة في الصحراء الغربية. طيب تعالوا نتعرف على أهم المحاصيل الزراعية. نتكلمنا من شوية إن احنا عندنا محاصيل صيفية تزرع في فصل الصيف، ومحاصيل شتوية تزرع في فصل الشتاء. المحاصيل الصيفية اللي بتحتاج للحرارة العالية أو درجة حرارة مرتفعة نوعا ما، والمحاصيل الشتوية بتحتاج لدرجة حرارة منخفضة. تعالوا نشوف مع بعض أهم المحاصيل الزراعية في مصر. زي ما احنا شايفين المقارنة كده، جايبين لنا محاصيل صيفية وأمثلة عليها زي القطن والأرز والذرة وقصب السكر والعنب، وفي محاصيل تانية كتير في المحاصيل الصيفية، ده على سبيل الأمثلة بس. طيب المحاصيل الشتوية اللي بتحتاج لمناخ شتوي زي القمح مزروع دي حاليا، والشعير والفول والبرسيم والبصل والموالح والخضروات، كل دي محاصيل شتوية. يبقى أنا قسمت المحاصيل في مصر لنوعين من المحاصيل،
محاصيل صيفية اللي بتحتاج لمناخ الصيف المرتفع الحرارة زي القطن والأرز والذرة وقصب السكر والعنب، ومحاصيل شتوية اللي بتحتاج لدرجة حرارة منخفضة مناخ الشتاء مناسب ليها زي القمح والشعير والفول والبرسيم والبصل والموالح وخضروات كتير. وجايب لنا في الصورة بعض المحاصيل اهي زي العنب وزي الذرة، دي محاصيل صيفية، وجايب لنا القمح والبرتقال ودي محاصيل شتوية. احنا لو لاحظنا دلوقتي لو بجوارنا أراضي زراعية هنلاقي معظم الأراضي مزروعة قمح يا برسيم، يا هتلاقي فيها الفول يا البصل يا الموالح اللي هو البرتقال وغيره، وخضروات كتير بتزرع في فصل الشتاء. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن العوامل الطبيعية وعرفنا ان العوامل الطبيعية للزراعة تلات عوامل رئيسية: العامل الأول مصادر المياه، العامل الثاني المناخ، العامل الثالث هو التربة، وعرفنا أهم المحاصيل الزراعية في مصر. طيب سؤال المحاصيل الزراعية يجي ممكن يجي في صح وغلط، يقول لك صح ولا غلط يعتبر القمح من المحاصيل الصيفية. طيب القمح فين؟ لا غلط، ده القمح من المحاصيل الشتوية. تمام، يقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من أهم المحاصيل الصيفية في مصر القمح ولا الشعير ولا الفول ولا قصب السكر؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى قصب السكر. نتنقل دلوقتي للعوامل البشرية لقوام الزراعة في مصر اللي عرفناهم أربع عوامل رئيسية. ثانيا العوامل البشرية، أول حاجة في العوامل البشرية هي الأيدي العاملة، وقلنا الأيدي العاملة مهمة جدا، تقوم بحفر الترع وزراعة الأراضي، وتقوم بكل أعمال الزراعة من الحرث وغيرها ورعاية المحاصيل والحصاد، كل دي حاجات بتعملها العمال أو الأيدي العاملة في النشاط الزراعي، ومهم جدا. لو احنا ملاحظين اللي بيحصل في التلفزيون لما بنتابع التلفزيون مبادرة الرئيس لتطوير الريف، مبادرة جميلة جدا بتعمل على ايه؟ بيطوروا الريف من كل حاجة، زي بيعملوا حفر الترع او تطهير للترع وتبطينها لتوفير المياه ووصولها لكل الاراضي الزراعية. يبقى احنا عندنا الايدي العاملة تقوم بحفر الترع وزراعة الاراضي. تاني العوامل البشرية رأس المال، وده ضروري لشراء الآلات والبذور والأسمدة الكيماوية والمبيدات. أنا عشان يبقى عندي زراعة أحتاج لشراء البذور وأحتاج للآلات عشان أدفع ليها الأجر أو أشتريها عشان أشغلها وأعمل بيها في الأراضي الزراعية، أحتاج للأسمدة الكيماوية اللي بيحتاجها النباتات، أحتاج للمبيدات الحشرية عشان أقضي على الحشرات الضارة والآفات اللي بتضر بالنباتات اللي أنا زرعها. يبقى رأس المال ضروري لقوام نشاط الزراعة. رقم ثلاثة الأسواق أو السوق، أنا محتاج للسوق ليه؟ طبعا لبيع المنتجات الزراعية. أربعة النقل والمواصلات، النقل والمواصلات ضروري جدا لنقل المنتجات والبضائع. أنا عشان أودي المنتجات اللي أنا زرعتها للسوق محتاج لوسيلة نقل، محتاج للنقل والمواصلات. يبقى العوامل البشرية تاني مع بعض، الأيدي العاملة، رأس المال، والأسواق، والنقل، والمواصلات. احنا اتكلمنا من شوية عن إن الأيدي العاملة تقوم بحفر الترعة، وعرفنا إن الترعة دي الشبكة اللي بتنقل المية من نهر النيل للأراضي الزراعية. طب يعني إيه ترعة؟ احنا لسه قايلينها من شوية، الترعة هي قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه لري الأراضي الزراعية، لأن مش كل أراضي مصر موجودة مباشرة على نهر النيل. طب أنا عشان أنقل لها المياه محتاج لشبكة من الترع والقنوات عشان تنقل المياه أو توصل المياه للأراضي الزراعية. وبكده يبقى احنا خلصنا العوامل البشرية للزراعة. نخش على نشاط الثروة الحيوانية أو تربية الحيوانات. الثروة الحيوانية من الأنشطة المهمة جدا أو من الثروات المهمة جدا في مصر، ومصر من البلاد اللي بتتميز بتنوع الثروة الحيوانية فيها. طيب تعالوا نشوف تستخدم في إيه.
تستخدم الثروة الحيوانية في عدة أغراض، منها الاعتماد على لحومها وألبانها في غذائنا. طبعا احنا بنعتمد عليها يكاد يكون بشكل كامل في توفير اللحوم والألبان وغيره من المواد، ومنها حاجات بتخش في الصناعات زي الجلود ضرورية جدا في مصر. يبقى الثروة الحيوانية تستخدم في عدة أغراض، منها الاعتماد على لحومها وألبانها في غذائنا. والثروة الحيوانية في مصر متنوعة، أنا عندي نوعين من المناطق أو منطقتين بيتم فيهم تربية الحيوانات. المنطقة الأولى في منطقة الوادي والدلتا تربى فيها حيوانات الأبقار والجاموس. طيب المنطقة التانية اللي هي الواحات اللي في الصحراء أو المناطق الصحراوية، في المناطق الصحراوية بيتربى فيها الأغنام والماعز والإبل. طيب إيه الفرق بين الوادي والدلتا وبين الصحراء؟ الحيوانات اللي بتربى في الوادي والدلتا بتعيش على المحاصيل الزراعية زي البرسيم والذرة. طيب في الصحراء إيه الحيوانات اللي بتربى؟ عندك بتربى الأغنام والماعز والإبل، دي اسمها حيوانات الرعي، بتتحمل درجات الحرارة العالية وبتعيش على النباتات الصحراوية أو النباتات الطبيعية. دي كانت الثروة الحيوانية، وعرفنا إنها مهمة جدا في توفير اللحوم والألبان كنوع من أو مصدر من مصادر الغذاء. النشاط الأخير معانا هو نشاط صيد الأسماك. صيد الأسماك في مصر متنوع، وده من الهبات اللي منحها الله سبحانه وتعالى لمصر، إن إحنا عندنا تنوع في المياه. أخدنا إن إحنا عندنا مصادر للمياه عذبة، مصادر للمياه المالحة. يمكننا الصيد من المياه العذبة زي نهر النيل وبشبكة الترع والقنوات وفرعي نهر النيل دمياط ورشيد وطبعا بحيرة ناصر، كل دي مصايد للمياه العذبة. طيب زي إيه المياه المالحة مثلا؟ زي عندنا البحر الأحمر والبحر المتوسط، وعندنا مجموعة كبيرة من البحيرات المالحة نتعرف ليها إن شاء الله في السنين القادمة. يبقى صيد الأسماك، تتنوع مصايد الأسماك في مصر، منها المياه العذبة نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد طبعا وبحيرة ناصر، المياه المالحة زي البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المالحة. كده يبقى احنا اتعرفنا على النشاط الزراعي وعوامل قيام الزراعة في مصر وأهميته، ونشاط الثروة الحيوانية أو تربية الحيوان، وعرفنا أهمية الحيوانات أو تربية الحيوانات أو أهمية الثروة الحيوانية في مصر وتنوعها، واتكلمنا عن صيد الأسماك وتنوع مصايد الأسماك في مصر ما بين مياه عذبة ومياه مالحة. طيب بما إن الأنشطة الثلاثة دول مهمين جدا، هل للدولة دور في تنمية هذه الأنشطة؟ آه طبعا الدولة ليها دور مهم جدا وجهد كبير في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية. تعالوا نتعرف مع بعض على جهود الدولة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية. أول حاجة استصلاح مزيد من الأراضي الزراعية. طبعا الدولة بتعمل جهد كبير على استصلاح الأراضي الزراعية زي مشروعات الصوب الزراعية، وزي استصلاح الأراضي اللي في الصحراء اللي في واحة الفرافرة. كل دي مشروعات كبيرة جدا الدولة بتعمل على تنمية الزراعة وزيادة الأراضي الزراعية في مصر. 2 تحسين الإنتاج الزراعي، طبعا بتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور، ونلاقي في القرى في الأرياف أو في المناطق المحافظات الزراعية بنلاقي الجمعيات الزراعية أو الجمعيات التعاونية، دي اللي بتوفر فيها الأسمدة والمبيدات والبذور للعاملين بالنشاط الزراعي، ومهم جدا في تحسين الإنتاج الزراعي. 3 الاهتمام بالتعليم الزراعي عشان أطلع عمالة فنية مدربة وماهرة في الزراعة. 4 رعاية الفلاح المصري وتحسين مستوى معيشته، لأن اللي مرتبط بالنشاط الزراعي هو الفلاح المصري، فمهم جدا إن أنا أرعى الفلاح المصري وأحسن مستوى معيشته. توفير الرعاية البيطرية للحيوانات، أنا عندي لما قلت إن الثروة الحيوانية مهمة جدا فكان ضروري ان انا اوفر ليها الرعاية البيطرية، والرعاية البيطرية اللي هو العلاج يعني. استيراد وتربية السلالات الجيدة من الحيوانات، ان انا يبقى عندي سلالات جيدة منتجة للحوم والألبان في مصر، والدولة بتعمل جاهدة على استيراد وتربية هذه السلالات في مصر.
يبقى احنا عندنا جهود كبيرة جدا للدولة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية، تتمثل في استصلاح الأراضي الزراعية، تحسين الإنتاج الزراعي بتوفير أسمدة ومبيدات وبذور، الاهتمام بالتعليم الزراعي، رعاية الفلاح المصري وتحسين مستوى معيشته، توفير الرعاية البيطرية للحيوانات، واستيراد وتربية السلالات الجيدة من الحيوانات. كده يبقى درسنا خلص، ونبدأ مع بعض نشوف بعض الأنشطة والتدريبات. نشوف السؤال الأول، طبعا دي التدريبات اللي موجودة في الكتاب المدرسي معاكم. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. نشوف مع بعض السؤال. النقطة الأولى، من أنشطة الخدمات، لما اتكلمنا على الأنشطة الاقتصادية قلنا إن في أنشطة بتخدم هذه الأنشطة الاقتصادية، وهم ثلاث أنشطة رئيسية. هنفتكرهم مع بعض يا أولاد. أنشطة الخدمات، مظبوط، الصحة والتعليم والأمن. هو محتاج هنا اتنين، هنكتب التعليم والصحة. رقم اتنين، تعتبر دلتا النيل من أهم المناطق لممارسة حرفة نقط. احنا لو ما شرحناش النهاردة ممكن نجاوبها من الترم اللي فات. دلتا النيل ووادي النيل من المناطق اللي الإنسان مارس فيها حرفة ايه؟ مظبوط، حرفة الزراعة. رقم ثلاثة، تهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى سد احتياجات الإنسان من نقط ونقط ونقط. احنا قلنا إن احنا عندنا احتياجات رئيسية للإنسان. إيه هي الاحتياجات الرئيسية دي؟ مظبوط، الغذاء والمسكن والملبس، كل دي احتياجات رئيسية الإنسان بيحتاج ليها عشان كده بيمارس الأنشطة الاقتصادية. يبقى تهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى سد احتياجات الإنسان من مسكن وملبس وغذاء. رقم أربعة، تتنوع العوامل الطبيعية للزراعة، ومنها هو هنا عايزني نتكلم عن العوامل الطبيعية. إيه العوامل الطبيعية؟ قلنا إن العوامل الطبيعية ثلاث عوامل رئيسية، مصادر المياه تمام، والتربة، والمناخ. طيب هو هنا جايب نقطتين، نختار أي اتنين منهم وليكن التربة والمناخ. رقم خمسة، من المحاصيل الصيفية. هو ذكرنا في الدرس محاصيل صيفية كتير جدا. طيب نفتكر مع بعض محاصيل صيفية، القطن والذرة وقصب السكر والعنب، كل دي محاصيل صيفية. تعالوا نشوف، نكتب اتنين بس، القطن والذرة. نشوف سؤال رقم اتنين، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. واحد، تقوم الزراعة في السواحل الشمالية على المياه الجوفية. ودي نقطة من النقط المهمة اللي قلناها في الدرس. احنا الزراعة في السواحل الشمالية لمصر بتقوم على المياه الجوفية. نفتكر مع بعض، يبقى اذا اجابة خطأ، ده المياه الجوفية دي بتقوم عليها الزراعة في الواحات. طب يا مستر، إذن السواحل الشمالية بتقوم الزراعة فيها على إيه؟ اعتمادا على مياه، مظبوط، الأمطار الشتوية. يبقى العبارة خطأ. رقم اتنين، القمح من المحاصيل الصيفية. القمح ده من المحاصيل الصيفية. نفتكر مع بعض المحاصيل الصيفية، ده كان القطن والذرة وقصب السكر والعنب. لا، ما كانش فيهم القمح. طب القمح محاصيل إيه؟ ده القمح مزروع دلوقتي، إحنا في فصل الشتاء. يبقى محاصيل شتوية، إذن العبارة خطأ. رقم ثلاثة، تتميز الدلتا والوادي بتربتهما الخصبة. تربة وادي النيل والدلتا تربة خصبة. طبعا العبارة بدون تفكير عبارة صحيحة. أربعة، يصنع الخبز من القمح أو الشعير. طبعا عبارة صحيحة، الخبز مصنع من القمح أو الشعير أو من الذرة. نشوف سؤال التالت معانا، بما تفسر. بما تفسر يعني اذكر السبب. رقم ألف، أهمية الزراعة. إيه هي أهمية النشاط الزراعي؟ لما اتكلمنا عن أهمية النشاط الزراعي وأهمية الزراعة، قلنا إن الزراعة بتوفر لنا احتياجاتنا الغذائية وبتوفر لنا خامات كتير للصناعة. يبقى الإجابة هتكون توفير احتياجاتنا من الغذاء وتوفير الخامات لبعض الصناعات.
رقم ب تتنوع المحاصيل الزراعية في مصر. ليه المحاصيل الزراعية بتتنوع في مصر؟ مظبوط، بسبب تنوع الظروف الطبيعية أو المناخ في مصر. سبب تنوع المناخ في مصر، سبب تنوع الظروف الطبيعية اللي هي بين قوسين المناخ. عندنا محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية. رقم ج، اهتمام الدولة بتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور. ليه الدولة بتحرص على توفير الأسمدة والمبيدات والبذور؟ تمام، لتنمية الإنتاج الزراعي أو تنمية الزراعة في مصر، لتنمية الزراعة في مصر. رقم د، أهمية رأس المال للزراعة. ليه رأس المال من العوامل المهمة جدا لقيام الزراعة في مصر؟ العوامل البشرية طبعا. مظبوط، احنا بنعمل ايه برأس المال؟ تمام، شراء الآلات والأسمدة والبذور والمبيدات، كل دي حاجات ضروري منها توافر رأس المال. يبقى أهمية رأس المال في الزراعة لشراء البذور والآلات والأسمدة الكيماوية والمبيدات. وبكده يكون خلصت حصتنا النهاردة مع درسنا الأول في الفصل الدراسي الثاني، الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك. كان معاكم فيها عماد عيد أحمد، معلم أول دراسات، مع تمنياتي ليكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.